أي ممثلة لبنانية بتقولي عنا إنها مش قاطعة من حدا لمهنة التمثيل؟ لازم يضرب 120 ما حد ما يضرب قشط. لازم هي المشكلة إنه إذا مش قاطع من حدا التمثيل مش ذاكرة اسمها بكون كنت تستفزك وحدة نجمة يعني نجمة يلا يا كارمن الاسم أي ممثلة بنظر كارمن لبوس مش قاطعة من حد التمثيل عم مين؟ عم جرب في بلا هي شو اسمها؟ دومينيك حوراني ايش ممثلة دومينيك؟ دومينيك مثلا عم تمثل بمصر وشو اسمها؟ والتانية شو اسمها؟ مروة طلع يعني هولي حسيت مش قاطع من حدهم تمثيل المرأة مروة عم تمثل بمصر